هذه المفاصل قدروها ب360 مفصلا، ووجودها في البدن من أعظم نعم الله جل وعلا. ومن أراد أن يتبين ذلك فلينظر إلى الضرر العظيم فيما إذا تصلب عنده مفصل. لو الأصبع الصغير لا يستطيع إنسان أن يثنيه، يتأذى به أذى لا يعرفه إلا هو. لو أن الرجل التي يمدها ويكفها كيفما شاء ومتى أراد صلبت لا يستطيع أن يكف، تأذى بها أذى عظيم. هذه نعم من الله جل وعلا لا يقدرها ويعرف قدرها إلا من فقدها. هذه النعم تحتاج إلى شكر، شكر لله جل وعلا بأن تستعمل فيما يرضيه وأن يتصدق عنها شكرا للواهب جل وعلا.